نظن باللي الفنان كيكبر الاعمال ولا الادوار اللي تنكتب في الافلام ولا تكون بالك شويه قليله من الجانب تاع ممثل كبير راك معايا. وزيد حنا بالك عندنا لي سيناريست اللي ما يخموش في هاد الناس ما يخموش في هذه الفئه، يقول لك انا ندير سيناريو ودوك لي جان راهم كاع بالانترنت وما شبه يحب يجبد الماكسيموم له، سي بور سا يستعمل بالك لي جان. مي باش الفنانين كاينين فنانين، نقول لك حاجه، كاين فنانين اللي بالك ما نوقفوش معاهم في الربع ما يخدموهمش. هنا كاين زوج حالات، كاين حاله انهم ما يتفكروهمش ولا ما يقدروش باش دوك سيب واحد انت يا قامه في الفن جيب له مخرج ما يقدرش يسير وما يقدرش ما يعرفلوش راك معايا. هذاك الفنان يقول لك انا باش نرمي روحي ندير حاجه عيانه ما نديرهاش، نقعد هكذا خير نقعد عزيز. الفنانين الكبار اللي راهم في الجزائر وتحس باللي ما راهمش عاطيين لهم قيمتهم، خلينا ما نتكلموش على عثمان عليوات، كنا تكلمنا على المشكل تاع عثمان عليوات. كاينين فنانين واحد اخرين والله غير القائمه طويله مثلا، اعطينا نماذج والله غير كاينين اسماء ماش في راسي مي كاينين نقول لك كاينين. وزيد اذا طاح في سيناريو ما يعجبوش اوتوماتيكمون راح يرفضوا، لانه مع التقدم في السن الانسان يترخم كما يقولوا، يعود ما يقبلش اي حاجه واللي تكزيجي بيان سور حاجه ما تساعدوش يقول لك انا ما نديرهاش. فهمتني؟ علاش ما عندناش كمال نشوفوا في مصر ولا في سوريا نشوفوا المخرجين ولا لي سيناريست يكتبوا اعمال خاصه لهذاك الفنان الكبير، حنا عندنا غير يكبر شويه يلا حطوا في الدروج. يا شوف دوك نفهمك، ماهيش قضيه يحطوا في الدروج في القشر ولا يخبيه في الارشيف ولا لا، حنا ذاك النهار هضرنا على مشكل تاع لي سيناريست، عندنا مشكل تاع لي سيناريست. راك معايا؟ ما شا عندكم ما شفتوش عامل تاريخي ولا عامل ثوري ولا عامل صافي لونتون ولينا معاك معايا التم اللي تلقى هاد الممثلين الكبار اللي يعطوك لو بوا في الفيلم تاعك. فهمت كيفاه؟ وزيد يكتبوا قصص اللي بالك في الفيلم كامل تلقى واحد ولا زوج كبار الاخرين بين 40 45 50 صح لي ديباسي 60 65 سنه بوبقرا الله يرحمه على فراش الموت وتورنا. لانه المخرج كان محتاجه وشوف الفنان حتى على فراش الموت ومد بيان سور. الور شغل ما كاش من هذه تهمش ما يتهمش، الناس ماش تخمم فيهم، خاطر كان دوك تحت مع واحد يحب يجيب كاع لي زونسيان ويدير لهم يدير بهم غزوه يقدر يدير بهم غزوه فاسيلمون برك يصيب الموضوع اللي يناسبهم.